السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. قبل لا نبداو ماذا بكم جماعة، ما تنساوش بارتاج تفعيل الجرس، يعني باش نطيحوا التبليغات اللي راهم على قناة شوبير الديزل. واليوم وين الحصة تاعنا، وين غادي نتكلموا على رحلة قدوم إبراهيم مازا من ألمانيا إلى الجزائر، جينات والدم بملامح آسيوية وضحكة بريئة وقصة شعر بسيطة لا تشابه قصة شعر بني جيله. وصل إبراهيم مازا الموهبة نادي هرتا برلين الألماني أول مرة إلى مركز تحضير المنتخب الجزائري في ضحية سيدي موسى بضواحي سيدي موسى جنوب يعني العاصمة الجزائرية. يعني هذا اللعاب وين هاجموه حتى في بيد قدم لي يجي هاجموه مثل على رأسهم آيت النوري آيت مومن آيت قاسي. خلينا من دوك اليوتيوبر على دوك ليه، خلينا منهم، خلينا هضروا على هذو الناس اللي عاطينهم مساحة يجوا يهضروا علينا. ووصول إلى معسكر في فترة توقف الدولي لشهر أكتوبر، يعني كان حدث كبير للجماهير الجزائرية التي اكتشفته عن قرب أول مرة. إنه يشبه التلميذ المجتهد، علامة انضباط واضحة عليه ألا يعلم بأنه سيقابل محرز. هكذا كانت أول تعليقات مشجعين جزائريين على ظهوره في معسكر محاربين الصحراء. حنا وين شاهدتنا يا خطرة، على بالكم باللي وين شاهدت انايا وين مناصر تاع اللي درت لكم تيت، قلت لكم هذا شكون؟ قال لهم هذا ابراهيم مازا، قال لهم باباه ما على بالوش باللي يلعب كرة قدم. تعلموا هذا الهضره، هذا المصطلح، هذا تعلموا هذا المصطلح الرديء، مصطلح يعني لا يصلح في مجتمع يمارس كرة قدم. يعني كاشكون هذا ما يسمعوش به في دارهم باللي يلعب، ما يسمعوش اتصور تسمعهم صاحبي والله العظيم. واحد تريكو تاع الياسما قال لهم هذا باباه مش يسمع، ما يعرفوش بلي يلعب كرة قدم. تشوف انت الصحافي يفوتها في التلفزيون، يفوتها في التلفزيون قناة النهار، فوتتها في التلفزيون نورمال ويضحكوا عاجبتهم. وقال له بالطبع، قال له ما مش يلعب. انا نقول لكم إنه إبراهيم مازا صاحب 18 عام من مواليد مدينة برلين الألمانية من أب جزائري وأم فيتنامية. لعب مع منتخبات ألمانيا تحت 18 و19 و20 عام، ولكنه اختار في النهاية تغيير جنسيته الرياضية واللعب مع المنتخب الأجداد الجزائر. رحلة قدوم مازا من ألمانيا إلى الجزائر تحمل في طياتها الكثير من الأسرار والأحداث والمعنى السامية. إنها رحلة ارتباط بالجذور والجينات ورثية ومسيرة شرف من برلين إلى العاصمة الجزائرية، والدم الجزائري ينبض بالحب الوطن. إبراهيم مازا لم ينزل من السماء ويسقط فجأة فوق الأرض الجزائر، بل أن علاقته مع البلد أجداده وطيدة وعميقة بصورة تجلت في زيارته الدائمة إلى بلده من جهة الآب كل صيف لقضاء العطلة مع الأهل والأقارب في ضواحي العاصمة الجزائرية. مسحت رأسه والده سفيان، يعني قال لك الحراش. زيارات الموهبة نادي هرتا برلين إلى العاصمة الجزائرية جعلته يستمتع بشمسها المشرقة وبحرها الجميل وسمائها الأزرق، مع استماع يعني بالتركيز العالي إلى قميص يعني وين يعني وتركيزه على القصص التي كانت تسرد له من والده في بلد يعني ضيافة والتقاليد الكبيرة في الجزائر. يعني خاصة وين شاهدنا يعني مع في تصريحاته الخاصة لموقع الفيفا الرسمي، قال مازا: الطقس جميل هنا الجزائر والناس جميلون والبلد جميل. فبالنسبة لإبراهيم مازا اختيار اللعب مع الجزائر ليس مهنيا بحث، بل هو شرف وفخر لتمثيل ألوان البلد الأجداد والعائلة. إبراهيم مازا شاب بسيط موهوب ومولوع بكرة القدم،
لم يختر اللعب مع محاربي الصحراء بسبب زيارته المستمرة للبلد الأجداد فقط، بل أن مباراة الجزائر وألمانيا في ثمن النهائي كأس العالم جعلته يعرف قيمة ومعنى أن تكون جزائري ويؤمن بحظوظه في اللعب بالمستوى العالي يوما ما. لقد كان في السن يعني موهبة هيرتا برلين حين 9 أعوام فقط، وذلك في المواجهة التي جمعت بين المنتخب الجزائري وألمانيا وانتهت بفوز ألمانيا بنتيجة هدف لهدف. وقال مازر بشأن تلك المباراة والتألق الحارس الجزائري حينها وهاب رايس ملحي: أتذكر كل تصدياته، لقد ألهمني ذلك وجعلني أؤمن بأنني أستطيع أيضا اللعب في المستوى العالي يوما ما. وكشف مازا بأن أغنى يعني الأغاني والأهازيج الجماهير الجزائرية في المونديال البرازيل وين أكسبته مجموعة من المعاني. وقال في تلك اللحظة: فهمت معنى أن أكون جزائري وأن أدافع عن الألوان الوطنية، وهذا ما دفعني إلى العمل بإصرار والإيمان بقدراتي. وأكد مازا لا يعني وين يعيطولو مازوري لقب يطلق على الطفل الصغير العائلة المحبوب في الجزائر، بأنه شعر بالتوتر والحماس لدى وصوله إلى معسكر الجزائر لأول مرة وملاقته لنجوم مثل رياض محرز نجم الأهلي السعودي الذي كان يشاهده في التلفاز عندما كان صغير. بالتأكيد منه موهبة هيرتا برلين كشفت أن أحاسيسه ومشاعره بعد لقائه الأول مع النجوم الخضر. وقال لموقع الفيفا: عندما كنت صغير كنت أشاهد عروضه على الشاشة التلفزيون وكنت أحلم بأن أتمكن من اللعب إلى جانبه يوما ما. أنا اليوم أتشارك يعني الملعب معه ومع لاعبين آخرين مشهورين مثل بغداد بنجاح، رامي بن سبعيني، ماندي والمعروفين في ألمانيا، إنه أمر غير معقول. إبراهيم مازا وبعد قدومه إلى الجزائر أول مرة لم يحتاج الكثير من الوقت لإبهار السويسري فلاديمير مدرب محاربي الصحراء بإمكانيته. وقال المدرب بشأنه: إنه لعاب موهوب ومهري للغاية، وعلى الرغم من صغر سنه يتمتع بذكاء كروي رفيع. يعني وين شاهدنا لعاب إن شاء الله ربي ينجح. مسيلمة كذاب، والله لا من الفاميليا تاعو، والله العظيم راني نقسم لك بالله من الفاميليا تاعو. قال لك ربي ما تهدرش عليه، قال لك انت لا هدرت عليه، يا غادي تبليسيه يا غادي النيفو تاعو يطيح. قال لك لا بغيت ربي. مسيلمة كذاب، رسالة لك عليا. هذه الإشادة من مدرب بلاعبيه ترجمته إلى إشراكه بديل في المباراة الجزائر والطوغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وانتهت بإسهام مازا في هدف الخطف الخامس بتقديمه كرة مفتاحية في اللعب يعني في اللعبة الجماعية الجميلة. لقد انتهت المباراة بفوز محاربي الصحراء ب5 أهداف لهدف ولحد مشاركة يعني موهبة هيرتا برلين. سفيان ولد مازا لم يتملك نفسه وراح يعبر بالفخر الشديد عن إسهام ابنه في الفوز الجزائر ومشاركته أول مرة مع منتخب الأجداد بقوله: الحمد لله أنا أشعر بالفخر مثل كل أباء الجزائريين، والحمد لله نتمنى أن يساهم أبناؤنا في مساعدة وتشريف البلد. سفيان والد إبراهيم مازا تحدث كذلك عن سبب تفضيل ابنه للعب مع المنتخب الجزائري الأول بدل من ألمانيا، وقال: والفخر يملأ عينه، الحمد لله تربيته وأخلاقه دفعته لاختيار الجزائر ودمه وقبله، إنه قلب الذي ينبض بحب الجزائر. يعني كاين بزاف امور، كاين الناس قال لك نسبوها يعني الناس وحدة اخرين، هو يعني احنا عندنا بيانات عندنا ادله، وين رئيس الاتحاديه، وين مع مصطفى مازا، عندنا عندنا يعني كلش. انا ما تلاقيتش الضوء الاخضر باش نكشف يعني نديرو كابتير ونديرو لكم كاع صوالح كيفاش بدات يعني المفاوضات مع اللعاب ما بين وليد صادي ومصطفى مازا والاب سفيان مازا.
كاين امور على الناس صالح بصح رانا انا شويه عاد قال لهم مصطفى مازا لا بعيد بزاف 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 على غير عائله غير اسم تاع عائله لا غلط ولدي غلط ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد اللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله صحيتكم.